وبركاته. جزا الله خيرا الشيخ شهاب عوض المتحدث من قبلي على تلك الكلمات النيرة، وكنت أود أن تختتم المحاضرة عليها لما فيها من العبارات القيمة المعبرة عن صلب المحاضرة. وإن شاء الله من باب الإضافة عندي نقاط بسيطة إضافة إلى ما سبق. موضوع المحاضرة الحل في شنو؟ ولعل الناس بترقبوا أن يكون الكلام عن الأمور والأزمات المعاصرة، أزمة الوقود والخبز ومشاكل البلد وغيرها، ولكن هذه أمور قد تكون عند أطراف ثانية سياسية وغيرها. وغرضنا من هذه المحاضرة حل قضية أساسية، والقضية قضية أمة عامة وليست مختزلة في مشاكل بتاعت هذه الأيام، إنما الأمر أكبر من ذلك. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الإمام أبو داود وأحمد وصححه الألباني، وصف شيئا مما نحن فيه، قال عليه الصلاة والسلام: إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من أنواع الاحتيال على الربا، نوع من أنواع الاحتيال على الربا، إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فنحن الذل والهوان الشايفينه علينا اليوم، بقينا نحن بضاعة بخسة يتلاعب بنا كل من شاء، وبقينا للأسف ونحن مسلمون أعزاء بقينا أذلة ندفع الجزية، بندفع الجزية عن يد ونحن صاغرون. السبب ما ذكر في الحديث، والمخرج قال: حتى ترجعوا إلى دينكم. ودي عبارة قد تكون يعني هي معبرة عن كل ما يحصل، ولكن بتحتاج منا لشرح وبيان كيف نرجع إلى ديننا. طيب، نقاط خمسة، الأولى والثانية فيهم تفصيل شوية والآخرات خفاف. الأولى يا أخواننا المخرج والحل في تحقيق وحدة الكلمة أو وحدة الكلمة، وتتحقق بكلمة التوحيد. في البلد دي ما حننجح حتى نتفق، لأن الخلاف شر وهو سبب البلاء. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا. وده الحاصل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أصله لو ما اتفقنا بلدنا دي ما بتمشي لقدام. ويا اخواننا أول ما نتفق عليه يجب أن نتفق على شكر من أنعم علينا أولا. وإذا ما اتفقنا على ربنا وخالقنا المليك العلي الذي أنعم علينا ما نرى من النعم، لو ما اتفقنا فيه
صدقوني ما حنتفق في أي حاجة تاني، والله ما بنتفق في أي شيء تاني إلا نتفق على ربنا الخالقنا. أنت داير الليلة الناس يطيعوا حاكم معين أو يسمعوا كلام زول أو يشكروه على حاجة عملها، والناس حتى الآن فينا جوا في بلدنا دي من يختلف معنا في خالقنا ربنا سبحانه وتعالى. كويس؟ عشان كده اتفاقنا في ربنا في الأول، ما تقول لي نحن نقبل بالتعددية وأي زول بمزاجه، الدار يعبد الله مرحب، الدار يعبد إبليس مرحب، ما بيجي الكلام ده، ما بنمشي قدام إلا نتفق في. يا أخواننا الإمام الشافعي عنده كلمة جميلة جدا، قال: من خان أول من أنعم عليه لا يمكن أن يفي لك أنت. يا أخي ما ممكن، نحن عشمانين في زول ما شكر ربه اللي أنعم عليه. ربنا قال: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس بعد يعني، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ربنا قال: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. نحن لو ما اتفقنا على ربنا الأنعم علينا ما حنتفق على غيره أبدا. ربنا قال لنا: الله الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ناس يؤمنوا بباطل نظريات ماركس وإنجلز وغيرها من اللخبطة والخربطة، ويكفروا بمن أنعم عليهم المولى سبحانه وتعالى. وتجي تقول لي نعمل اتفاقية ونتفق، نتفق على شنو؟ نتفق على شنو؟ ونحن مختلفون في ربنا أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. أفي الله شك؟ ناس شك في ربه، شك في رب الخلق، وتجي تقول لي نحن لا بنمشي ونقبل التعددية. لا تتعددية دي، وكيف آمن إنسان وهو خائن لربه الذي خلقه؟ ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. يعني أنت يا مسلم أعقل، اللي بيخون ربنا ما بيفي لك أنت، أعرف المعلومة دي، اللي بيخون ربنا ما بيفي لك أنت. يا أخي في الزواج الليلة لو واحدة كان بتتونس معاك زمان وبتلعب معاك وبتطلع معاك الحدائق دي، انت بتثق فيها لقدام، ما بتعرسها ذاته، ما بتثق فيها. ليه؟ لأنه دي خاينة لربها وخاينة لوالدينا، ما ممكن تكون وفية معاك في الحياة انت. فكيف يا ناس نحن الليلة مختلفين في ربنا، نجي نتفق في غيره؟ كويس. من لم يؤدي حق الله الذي عليه فإنه لا يؤدي حق غيره. وانت حق ربنا ده يومك ما تأديه ربنا بصلد عليك اللي بيشيل منك حقك، لكن احنا حق الله ما أديناه. القبب مبنية والمزارات والأضرحة مشيدة والناس بيمشوا لها كبار وصغار ومتعلمين، يمشوا يبركوا تحت كرعين الشيخ يطلبوا المدد ويطلبوا الرزق ويطلبوا العافية ويطلبوا الجنة من تحت كرعين شيخ ومرات ميت. كويس؟ حق الله احنا ما أديناه،
عشان كده بنتزلى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. زي الناس المتلملون في صحن، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، إنكم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. غثاء السيل ده ياتو. نحن أسماءنا أسماء مسلمين، واحد تلقى اسمه عبد الجبار وعبد السميع، وهو في الحقيقة عبد لي يا شيخ. أنتم غثاء كغثاء السيل. النبي عليه الصلاة والسلام في موقف من مواقف الجهاد، عشان تعرف أن القضية دي هي الأساس في موضوعنا كله نحن، في قضية من قضايا الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم طالع بالجيش بعد فتح مكة، أسلموا ناس كتار دخلوا الدين جداد لسه ما تفقهوا في الدين. لما ماشين لقوا شجرة بتاعت المشركين بيعلقوا عليها الأسلحة بتاعتهم اسمها ذات أنواط، قالوا: يا رسول الله، دين الناس الجداد، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. النبي صلى الله عليه وسلم وقفهم، قال: إنها السنن. وغضب، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. أتخيل ده موقف جهاد، ما قاعد يقول لهم بنفس الفقه الحركي، يقول لك: لا، خلينا نتجمع ونتلمى وبعدين التوحيد ده بنعالجه بعدين. لا 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 لا, لا يا ناس، هوي التوحيد ده يتعالج في الأول. أمة بدون توحيد ما بتمشي لقدام. أمة قادة عقيدة لا يمكن تحارب كفار. أنت تحاربهم على شنو؟ على أنهم عبدوا الصليب؟ أنت ما عندك صليب هنا الموضوع، أنت قالوا بيعود عندك صليب أنت برضو بيجاي. ما ممكن أمة تمشي لقدام بغير عقيدة إطلاقا. النبي صلى الله عليه وسلم وقفهم لحد ما عالج القضية دي. موسى عليه السلام لما عبروا معه بني إسرائيل بهناك وحصلت لهم مشاكل، فرعون يعني تعالى عليهم وقهرهم، يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم، عبروا بهناك. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعد ما عبروا بهناك تاني رجعوا للشابتر 1، رجعوا تاني قالوا: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ولما مشى لميقات ربه ورجع تاني لقاهم عبدوا العجل، ألقى الألواح، الألواح فيها كلام ربنا، ألقاها وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال: ابن أمة، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني، فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال: يا هارون، يتكلم مع أخوه واشتد عليه، قال: يا هارون، إذا رأيتهم ضلوا ما منعك ألا تتبعني إذ رأيتهم ضلوا؟ وبرغم أنه هارون يتكلم معهم ونصحهم، موسى عليه السلام غضب: يا ناس أصحوا وفتحوا عينكم، دي والله أمة إسلامية لن تتقدم خطوة واحدة بغير توحيد، والتوحيد ده قضية ما فيها مجاملة، تنضف تنضف تمام، وليس فيها أنصاف حلول، نصح ما في. المشركين ما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له: يعني ضم آلهتنا واحترمها، بس مرة احترم آلهتنا وحرم لنا الطائف زي ما حرمت مكة، عشان يبقى احنا عندنا شرف، يعني بس ادينا حاجة كده نحن نفخ بها لفوق كده، ادينا حاجة كده بس. وهم النبي صلى الله عليه وسلم هم ان يوافقهم على شيء. شوف الآيات اللي نزلت: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا
لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. بالله شوف الكلام ده كيف. التوحيد ده فيه مجاملة؟ ما في. ما بنمشي لقدام إلا بدعوة صادقة واضحة. نصح ما في. ما تقول للصوفية انتوا اشتغلوا بجاي وانتوا طبعا سادين ثغرة محبة النبي ومحبة الصالحين وكده انتوا شغالين خلاص خليكم. وانتوا بجاي السلفيين اي برضو انضموا في التوحيد وكده والامور كلها بتمشي. لا ما بتمشي كده. الحل واحد. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. عندك علم تعال قدمه. عندك حجة قدمها. ما عندك أنت على باطل. عجبني موقف جدا يا أخواننا في السيرة. الصحابة مرقوا مستضعفين من مكة. أهلهم آذوهم. هاجروا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أمشوا الحبشة فيها رجل لا يظلم عنده أحد. ذو العادل. مشوا. نزلوا في الحبشة. كويس؟ استضافوهم وأكرموهم. بعد ذلك أرسلت قريش عمرو بن العاص وهو من دهات العرب وأرسلوا معه عمارة بن الوليد. قال لهم تمشوا شالوا هدايا. قال لهم النجاشي بحب شنو؟ قالوا بحب إنتاج مكة منتجات معينة. مالوا له منا ودوه. أول ما وصلوا هناك لقوا البطارقة ديل الحاشية بتاعته كويس. وليل الشغل ده شغال. لو دار تصل لا يزول تقوم تغزل الحواشي بتاعينه وكده وتجيهم رجعهم الدم هداياهم أول حاجة. ودخلوا على النجاشي أدوه هداياه وقالوا للبطارقة نحن بس ما دايرين النجاشي ده يسمع من ديل ما يسمع منهم بس دايرين يطردون. قولوا له هؤلاء غلمان صبأوا من أهلهم وهؤلاء أبناء عمومتهم يريدون أن يردوهم وهم مجانين. بس قولوا له كده. دخلوا جوا البطارقة دارين هيئوا الوضع. قالوا له خلاص ديل كده وكده وردهم. ديلك ما ضاربين ضربتهم البطارقة. ضربوا ضربتهم كويس. أول ما دخلوا عليه النجاشي قال لهم لا يحصل هذا في بلدي. ده أنا ما عندي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم عادل الزولة. قال لهم يجوا يتكلموا قدامي وأشوف كلامهم شنو. الصحابة أول ما قالوا لهم كده بيقوا في بيتكلم من ذاته. جعفر بن أبي طالب قال لهم أنا خطيبكم. تعال شوف التوحيد كيف مجاملة ما غير كده. والله توحيد ما ينتشر. كلام عديل. قال لهم أنا خطيبكم. دخلهم على النجاشي فتكلم عمرو بن العاص. فالنجاشي قال له تكلم ما جاء بكم؟ قال له إنا كنا في جاهلية نسيء الجوار ونقطع الرحم ويأكل القوي منا الضعيف فبعث الله إلينا نبيا نعرف شرفه ونعرف مكانته ونعرف صدقه وأمانته فدعانا إلى أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأن نذر ما كان يعبد أهلنا من الأوثان والأصنام والأشجار والأحجار ودعانا إلى البر والصلة وحسن الجوار وإلى إكرام الجار إلى غيره. النجاشي دنقر قال لهم ما زادوا على ما جاء في الإنجيل مثل هذا. العود شايله ما زادوا. قال لهم زيدا اذهبوا. قال لهم فأنتم في بلدي آمنون. أنتم سلوم. كلمة سلوم عندهم معنى آمنون. أمشوا. قال لهم عمرو بن العاص خلاهم طلعوا تاني يا راجع كويس. قال الليلة أنا حادبر لهم كده بتنتهي منهم. قال للنجاشي سلهم ماذا يقولون في عيسى بن مريم. قال وماذا يقولون؟ قال يقولون عبد عبد لله. قال له رجعون تاني جيبوه. والله تعرف انت كان عندك توحيد زاده في موقف زي ده تتهزى تقول يا ناس انا اقول شنو؟ قدرنا نشوف لي نص من نصوص التميع اميع الشغلانه
نفسها. جعفر بن أبي طالب تاني راجع قال فوجدوا عمرو بن العاص واقف هنا وعمار بن الوليد بيجاي والنجاشي في نصهم. سألهم قال لهم ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ قالوا نقول ما جاء في القرآن. قال وما جاء في القرآن؟ قرأ عليه الآيات من سورة مريم واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. لكن كلمات القرآن معبرة. قالوا فبكى النجاشي حتى بل لحيته وبكى البطارغ المعاو حتى بلوا الكتب اللي قدامهم وقال النجاشي أشهد أن محمدا هذا رسول الله. وقال لمن معه لولا أني في الملك وفي مسائل الملك قال لذهبت معكم وحملت نعلي محمد. كان بمشي بشيله والنعلات بتاعته. أتخيل شوف التوحيد دائرة تتمجد وتكون شغلتك عديل ما تقول تداهن وتلف وتدور وتقول لهم لا القضية فيها غولان. غولان شنو؟ غولي واحد بيتنادي الشيخ مشرك ما في لف ودوران. القول واحد. قضية التوحيد لابد تكون واضحة. نحن يا اخواننا مسلمون ندافع عن عقيدة، كيف نكون جاهلين بعقيدتنا؟ وما عارفين هي ذاتها شنو؟ ها؟ والله بعزك والله ربنا بعزك لأنه ده حق ربنا. ربنا قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله ربنا يجعل لك عزة. عزة عجيبة. النجاشي بعد كلامه ده قالوا الأحباش مرقوا عليه. طلعوا الشارع كويس مرق عليهم وقفهم قال لهم ماذا تعرفون عني وعن سيرتي؟ قالوا خير سيرة. طيب مالكم؟ قالوا شهدت أن لا إله إلا الله وأن عيسى عبد الله ورسوله. دي مشكلتنا معاك. قال لهم هاتوا الإنجيل. جيبوا الإنجيل له افتحوا شوفوا جوا فيه شنو. قال ما زدت على ما جاء في الإنجيل. ده قال لهم في الإنجيل جوا الكلام ده قاعد. فرجعوا عنه ورضوا عنه جميعا. بعديه واحد تاني طلع عليه بجيش وبيور البحر بهناك. الصحابة قاعدين. قالت أم سلمة لما سمعنا بذلك خفنا. خافوا على النجاشي إنه جاي وجيش كويس. فقال لنا اركبوا في السفينة خليكم جوا في السفينة. أنا لو هزمت أمشوا طوالي على أهلكم وأنا لو انتصرت تعالوا راجعين تاني. فبقينا في السفينة. فخرج الزبير من العوام وكان أصغر القوم فركب البحر قطع النيل معهم لعله نيل نذاته هناك جنب الحبشة. قطع النيل ومشى حضر المعركة. وأول ما انتهت جاب لهم الخبر قال لهم لقد نصر الله النجاشي وأهلك عدوه. يا أخي اعتز بالتوحيد يا أخي. النجاشي نصر التوحيد ربنا نصره. ومات وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب. ما صلى على غائب إلا النجاشي. يا ناس قضيتنا وحلنا الناس ما عرفوا لسه. والله ما عرفوا وقايلين إنه نحن يعني بيخوفون الكفار دل بكترتهم. والله نحن زليلين في رقبتنا. واحد قبل بيتكلم معي قال لي ماكرون قال وما عارف منو داك قال. قلت لهم والله نحن مشكلتنا ما في ماكرون. مشكلتنا فينا رقبتنا نحن. في رقبتنا نحن كان نجدنا ماكرون ما بسوي لنا حاجة ولا بيقدر علينا ولا أشباهه ما بيقدروا علينا. لكن نحن ننجط كيف؟ نحن باركين تحت القبب لسه. يا أخي مسلم عزيز بخاف لي من دلقان معلق في قناية دلقان تلقى خايف بسوي كده ولك لا البيان. يا زول البيان بتاع شنو؟ الله يهديك يا أخي. الله يرحم والديك. انت مسلم يا اخي تخاف لك من قناية؟ من قناية تخاف؟ يا اخي اعتز بالتوحيد والله الله يرفعك. دي انا نقطتي الاولى وده الحل وده صمام الامان
والأساس الذي ينبني عليه كل تمكين هذا. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. جيبوا التوحيد، نظفوا التوحيد، شوفوا العزة كيف، شوف كيف ربنا يعزكم. طيب هذه قضية أولى. اثنين، وأنا كل لين زي أربع نقاط أو خمسة، واللوائل ديل بس شوية كده كتار، الباقي خفيف. اثنين يا أخواننا، العقيدة تربط القلوب وتسهب عصبية الجاهلية. نحن سوداننا ده بطبيعته قبائله كثيرة، قبائلنا كثيرة، وما في شيء بيربطنا مع بعض إلا العقيدة. ويوم العقيدة تنضف بتلقى الناس أحبة فيما بيناتهم، وما بتأثر عليهم قبيلة إطلاقا ولا بتفرقهم أصلا. ده لما تصحو العقيدة في القلوب. الأنصار في المدينة، عمنا ده كرسي يا اخوانا، الأنصار في المدينة أكان بيناتهم مشاكل بين الأوس والخزرج، مشاكل طويلة. ها ديل لما دخلوا الإسلام قلوبهم دي نطفت. يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم وقف بيستشير في الناس. شوف بالله العقيدة دي بتنظف كيف، بيستشير في الناس. قال أشيروا علي أيها الناس، يتكلم أبو بكر الصديق قال أشيروا علي، تكلم عمر قال أشيروا علي، تكلم المقداد بن الأسود قال أشيروا علي، لأنه الثلاثة دين من المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم داير راي الأنصار لأنه هم أكثر الجيش، أكثر الجيش من الأنصار، والمعركة كلها حتكون على عواتقهم. قالوا كأنك تريدنا يا رسول الله، قال نعم. فقام سعد قال جئتنا فآويناك، والله قال لي لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه لخضناه معك، وما تخلف منا رجل واحد، إنا لصدق في الحرب صبر في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك فسر على بركة الله. ما في عصبية بتاع الجاهلية يا أخواننا، عصبية الجاهلية انتهت بالإسلام. ها عصبية الجاهلية انتهت بالإسلام. نحن مما ندخل الإسلام ده قبيلتنا، وده الحوش اللي بلمنا، ونحن كلنا أي واحد بسند الثاني، غير كده ما بنمشي قدام. لكن تقوم نعرات في الغرب، ونعرات في الشرق وفي الشمال، نعرات جاهلية ونعرات بتاعت قبلية، نحن ما حنتلمى كده، نتلمى بالإسلام. ده الإسلام ده هو أبونا كويس. في معركة اليرموك خالد رضي الله عنه موقف عجيب بيوريك انه انت في النهاية لما تخش العقيدة دي في قلبك انت اهلك يا هنس العقيدة دي. خالد قابل واحد من الجنود بتاعنا الروم اسمه جورجا ابن توذرا، ده قائد عندهم حوالي 8 قادة. واحد من القادة قال لهم نادوا لي خالد أنا دايره، وخالد كان قائد جيش المسلمين. وقف قدامه قال حتى إذا التغيا برقاب فرسيهما قال يا خالد هل نزل سيف من السماء فأعطاكه نبيكم؟ تجاك سيف من السماء؟ قال له لا. ولماذا سميت؟ قال له بسيف الله. قال إني رجل شديد على المشركين وسماني رسول الله سيف الله. قال وإلى ماذا تدعو الناس؟ انتوا موضوعكم شنو؟ قال نحن قوم كنا في جاهلية فأتانا الله بهذا النبي فمنا من انجفل عنه ومنا من آمن به. قال وكنت ممن انجفل عنه.
حتى شرح الله صدري للإسلام. قال إذا إلى ماذا تدعو الناس؟ قال ندعوهم إلى لا إله إلا الله. قال ومن أجابكم؟ قال دخل جنة عرضها السماوات والأرض. قال يا خالد علمني الإسلام. الكلام ده جوه المعركة يا أخوانا، المعركة شغالة وده القوات بتاعين جيش اثنين. قال علمني الإسلام يا خالد. فدخل به خالد، دخل به جوه للغرفة بتاعته فعلمه الإسلام وعلموا الشهادة وعلموا الصلاة. قال له اغتسل، فأفرغ عليه من شن كانت معلقة عنده قربة، فرغ عليه فاغتسل فتوضأ، فصلى به خالد ركعتين، فخرج جورج ابن تودرة جنود من جنود خالد بقاتل في أهله الجمعون قبيل، بقاتل في أهله الجمعون قبيل. ودارت المعركة فاستشهد جورج ابن تودرة مسلم بدرجة تابعي، ما أدرك إلا ركعتين صلاين والجنة إن شاء الله. قلب على قبيلته ذاته، يا ناس نحن دايرين عقيدة جوا قلوبنا دي، عقيدة مولعة نظيفة عشان تنهي لنا نعرات الجاهلية اللي بنشوف الليلة، فلان كده وفلان كده وإساءات، وقبيلة فلان قامت على الحكومة وقبيلة، يا ناس لبتين يا أخي. طيب النقطة ثلاثة، تحقيق الاجتماع بتجريم التحزب ومحاربة الفرقة في الدين. الأحزاب دي مشكلة، كذا قرأ القرآن على كلمة، كلمة أحزاب جاءت في القرآن 20 مرة عشان تعرفها مشكلة. 20 مرة دي جاءت الأحزاب بالجمع 12 مرة، 12 مرة جاءت بالجمع، وكل 12 مرة دي مزمومة، بس بتجمع الكفر، الكفر والتفرق والهزيمة وقلة الأدب، بس معاها مربوطة معاها. ما جات كلمة أحزاب دي جات إلا مرتين محمودة، وجات حزب واحد حزب الله ديل المؤمنون بس. ألا إن حزب الله هم المفلحون في المجادلة، ومن يتولى الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون في المائدة. تاني ما جات غير كده محمودة، مزمومة كلها تبدأ من سورة هود. ومن يكفر به من الأحزاب، كفر، ومن يكفر به من الأحزاب، كويس، تمشي لحد آخر وحدة في سورة الزخرف ديك فتقطعوا، لا ديك فاختلف الأحزاب من بينهم. شوف اختلاف، كفر، تكذيب، بس ده الحاصل عليهم هسه. ومن يكفر به من الأحزاب فاختلف الأحزاب من بينهم، بس ده موضوع، فاختلفوا قال كذبت قبلهم، شوف كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط أولئك الأحزاب. يا عليك الله الأحزاب كونوا لمكم مع قوم لوط ديل ما مشكلة برا، وقوم لوط أولئك الأحزاب. ما فيها خير، كل الأحزاب دي، أعرف النصيحة دي مني، ما فيها خير لأنه هي سبب للاختلاف. نقاط محددة في الأحزاب، واحد الطعن في أساسيات الدين والتشكيك في الثوابت، ده موضوعهم. أي حزب شان يكون الكينونة بتاعته أول حاجة بينكر لكم حاجة في الدين ويطعن فيها، كويس. داك الصادق المهدي قال آيات الميراث ينبغي أن تراجع، يعني نراجع اللي قالوا ربنا، تخيل آيات الميراث قال راجعوها. التراب داك لخبطة كله، الصلاة الحج كله لخبطة. جات تاني طبعا ده سيبك من الأحزاب البعثية والشيوعية، كويس، ديل حدث ولا حرج،
واحد مرة بتكلم في الجامعة، أنا قاعد حاضر كنا طلبة، قال نحن ما بنقول السلفيون ظلموا المرأة، نحن بنقول الله في القرآن ظلم المرأة. الله والعياذ بالله. المرأة دي قلت لهم خلقه، هو الخلق منه مش خلق الله؟ ربنا لمن خلق المرأة قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لما خلق المرأة ربنا سبحانه وتعالى جعل لها ما يناسبها. قلت له ببساطة اتك علماني، بترى إنه المرأة مظلومة؟ المرأة دي انت ما عندك حق تتكلم عنها لأنه ما خلقتها انت. انت لما تخلق لك مرأة تعال خد تلال القانون حقها دايو انت. لكن المرأة اللي خلقها الله دي ربنا هو اللي بيتحكم فيها ما انت. ده شغل الأحزاب. التشكيك في الثوابت. يجيك واحد يقول لك البخاري ده قال البخاري ده احنا ما مقتنعين به. طيب بطريقتك، نحن ما مالك، نحن مقتنعين به والله ببساطة. يقول لك طبعا انا برا ارى انه في البخاري. واحد مرة جاني في الجامعة زمان عنده صليعة كده، هسه ساجنينه مع الجماعة ديل بدري، قال لي يا اخي انا ارى انه آية المواريث دي يعني ينبغي ان يعني تراجع بصورة تتوافق مع ايديولوجية العصر الحديث وكده. قلت له شنو هي ذاتها؟ كده اقرا لي، كده اقرا، انت دار تراجع هاي، كده اقرا لي القديمة ديك. وآية المواريث دي الحافظة ما بيقدروا عليها. والله لو دار تختبر اي زول حافظ قرآن قل لي اقرا يوصيكم الله في اولادكم. طوالب قعد يتلفت. هي انت القديمة عارفها؟ عشان تقول لي دار راجعة ثاني؟ هي القديمة انت ما عارفها. ولا بتقدر تقسيمها ذاته. هو علم المواريث ده النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يرفع من الأمة علم الفرائض المواريث ده. انت القديم ما بتعرفه. ده تاخد تلاقي علم مواريث جديد؟ والله تلقى كله مبرجل. كله جايب. تقدر انت يا اخي. لكن شغل الأحزاب التشكيك في الثوابت الدينية وإضعاف هيبة الإسلام في القلوب. أول ما تمشي الجامعة أنت كطالب، وأنا بحذر أولادنا الصغار أعملوا حسابكم، تمشي الجامعة تلقاهم بيسيبوا الدين بلا سبب. ده ما شغل بتاع سياسة بلا سبب. واحد يجي ماشي في الشارع تعفصه سيب لك دين طوالي. تقال ده ما عنده فهم؟ كلام ده عنده فهم، عشان أنت تسمع سب الدين كثير وتقبله بعد ذاك. فده خطر. اثنين، استنزاف موارد البلاد لمصالحهم الخاصة. نحن لسنا بحاجة إطلاقا لأحزاب عشان تجي تأكل ما عندنا. هو نحن عندنا شنو ذاته عشان يجي يقاسمونا فيه؟ الواحد منهم يقول لك عنده مخصصات، والله تقضي حلتكم كلها مخصصات لواحد. وهو كان قلت لك تبي اسمك ما بعرفه، ولك طبعا انا مناضل. ناضلت وين يا زول انت؟ ها انت كنت في القادسيه؟ كنت في غزوه مؤتة؟ ناضلت وين يا اخي؟ ما كتلت اهلك؟ ناضلت شنو؟ يكتل اهله هناك ويجي بجاي يقول لك مناضل. لا في لعين ما كده من بيتي اللي فوق، ولا فيها بهني ما رجلك عينيه وكده بس. يقول لك والمناضل طبعا من الكفاح. استنزاف للبلد ده جانب. جانب ثاني، اشعال الحروب على اساس قبلي. جانب اخر، تصنيف المجتمع على اساس الحزب لا على اساس الاحقيه. ودي نقطه والله يا اخواننا دايره وقفه. لو لم يكن بالاحزاب شر الا انها اخفت الكفاءات الحقيقه للبلد وغطتها تحت ستار الحزبيه. اي حزب تمكن بيبرز ناس بيجعلهم كفاءات للبلد وهم عندهم اي علاقه بالكفاءه. ده بيجوا بعينوا لك بس عشان شنو يعني؟ عشان هم عام. وتلقى والله الشغل ما بعرفه، ما بعرف الشغل، لا بس على اساس انه معاهم ده بيتعين ويلقى ميزات كبيره جدا. وانت كزول مواطن مسكين عشان تلقى لك لقمه عيش ووظيفه لابد تمشي تنحشر معاهم في الحزب حقهم، وانت ما مقتنع به ولا عندك معه قضيه، وتتبنى في الافكار تقول اي طبعا طبعا افكار سيدي الصادق يعني افكار قيمه جدا، وانت لا قيمه لا عارفه لا منتمي ليها لا عندك معاه قضيه، لكن بتكذب. يعلموك الكذب والنفاق
واللف والدوران عشان تاكل لقمه عيشك. يا اخي مشيلوها مننا الاحزاب دي من وشنا يا اخي، عشان تظهر لنا في البلد دي. يبقى اي زول على مهنته وعلى حقيقته، اي زول على حقيقته، لكن البلد تعيش نفاق، البلد تعيش. يا اخي اليوم داك انا بحضر في الجامعه، بس جيت ساي كده غاشي واحد من الدكاتره ديل وصاحبنا، فقاعد معاه وجا واحد داري ناقش الدكتوره بتاعته، وبعدين يتكيف عجبته حاجه كده اظنه لبس الكارفيت تسمح وعجبته، الله اكبر قال. بعد شو قاعد يتلفت قال ما يسمعوني الجماعه ديل هسه يحموني ليه. يا اخوانا التكبير ده يبقى فيه مشكله كمان برضو، هذول يعني يكبر اللي يتلفت ليه؟ لانه بقى الغطاء الحزبي بفوق، الغطاء الحزبي. وبهذا السبب فقد السودان خيرة أبنائه، مرقوا برا. ليه؟ لأنه ما لقوا نصيب داخل البلد، لقوا في واحد قاعد في محلهم وزول دمك بليد طيش الفصل، تلقى قاعد في محلك وانت زول شاطر وممكن تنفع البلد في النهاية، مش يلقى عقد بتاع رائد تمشي به الخليج. ده من مآسي الأحزاب ومن مآسي الحزبية، غطت على البلد وحرمت البلد من أبناء النجبة، حرمتهم كويس، وفي نفس الوقت حرمت الناس البلد. والله في ناس دارين يجوا راجعين وينفعوا بلدهم، طفشوا فاتوا. أجي راجع كيف؟ أجي راجع كيف أنا؟ وما في تقييم إلا على أساس حزبي. طيب النقطة قبل الأخيرة، قطع المطامع واستغلال ذوي الحاجات مما أزم الوضع في بلادنا. الطمع، الطمع يا أخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الشرك أخوفني عليكم ولكن أخاف عليكم الدنيا، أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقال عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان بأفسد على دين الرجل من حب المال والشرف على دينه. ده أفسد الناس يا أخي. ببساطة لو نظرنا للأزمات المتراكمة اللي عندنا في البلد، أزمة الخبز والبنزين وغيرها، أنا في يقيني أكبر ما عقد المشكلة المطامع، المطامع بس. يا أخي أنت ده حق البلد، ما حرام عليك يا بتاع الفرن، ما حرام عليك، ولا بتخاف الله يسألك يوم القيامة تشيل الدقيق حق المساكين والناس التعبانين تبيع سوق أسود برا؟ ما حرام عليك أنت اللي بتمشي توقف عربيتك من الصباح وتعمل زحمة في محل الطرمبة عشان أنت تملى عربيتك وتجر منها وتمشي تبيع بعشرة أضعافه؟ ما حرام عليك؟ لو خليتوا الناس أكان بتكسبوا، لو خليتوا الناس أكان الأزمة ما بتكون بالشكل ده. الآن المؤزم الأول، الأول المطامع بتاعت الناس والجشع. في ناس بيقيفوا في الفرن، دي شغلهم، شغله شغله وظيفته، من الصباح بيستحمى بتريح ماشي، وين ده؟ ده بيقيف في الفرن يشيل العيش حق المواطنين المساكين ويمشي يبيعه بغادي لبتاعين المطاعم بالسوق الأسود عشان يستفيد هو ويشفي نفسه القليلة والدنيئة. هذه دناءة، وده حرام كله يا أخواننا. تبيع بنزين بسوق أسود حرام، تبيع إيش تشتري من الفرم وتبيعه للدكاكين بالسوق الأسود حرام عليك، لأنه ده حق عام ولا يجوز بيع الحق العام، ده حق بتاع ناس يا أخي. خليهم يجيفوا المواطنين المساكين بتاع الفرم يدوا حصة عشر شوالات، يعجن منا واحد والباقي يبيعوا. المطامع، الطمع هو الأزانة كويس. تقييم العلم واحترام التخصصية مما نحتاج في بلدنا، نقيم العلم، والعلم هو اللي بينهض بالبلد. نخلي الناس في البحث العلمي، والدين يا اخواننا ما بيتعارض مع العلم اطلاقا. ما منعنا الدين اطلاقا انه نحن
نتقدم في العلم، لكن انتبهوا لتقييد مهم: مع احترام التخصصية. يعني الليلة أنا لو متخصص في مجال الكيمياء أبحث وأجتهد وأنفع بلدي، لكن أتقيد بالتخصص بتاعي ده. ولا تقف ما ليس لك به علم. ما ممكن أنت تكون بتاع كيمياء وتجي تتدخل تفتي في الدين، ولا تقول لي أنت أنا اختصاصي الأبحاث الكيميائية وفي نفس الوقت رئيس حزب سياسي الفلاني، ده ما ينفع. احترم تخصصك عشان البلد تستفيد منك، وما تتدخل. من الأشياء بتغيظك جدا القلق، يقول لك وقفة احتجاجية لأساتذة جامعة الخرطوم ولا جامعة شنو ما عارف. ليه؟ انتوا مش أساتذة وعلماء في مجالاتكم؟ إذا كان في الاقتصاد، في العلوم، في الطب، في غيره، خليك في تخصصك ده. ما في شيء بدخلك في السياسة عشان انت بتصرفك ده هتضطر غيرك يتعامل معاك بصورة سياسية، لأنه انت ما احترمت مهنتك. انت معلم، انا الآن معلم بدرس لغة إنجليزية لا يكتر من 12 سنة، كويس؟ ومش بتكلم في الدين وكده. أنا تعاملي مع الطلبة داخل الفصل في مادتي فقط، في مادتي فقط. وخلال السنين بتاعتي كلها يوم من الأيام ما فارقت مادتي عشان أدرسهم قناعاتي الدينية أنا، أبدا. لأنه بعتبر إنه مسؤوليتي أمام ربنا سبحانه وتعالى إنه أدرس الطالب المادة بتاعته دي. أما خارج الفصل لو طالب داير مني أي إرشاد وتوجيه ديني بوجهه، لكن جوا الفصل ده لا، وما بخرج من مادتي، أدرس مادتي فقط. معلش ممكن يكون في بعض المسائل الخطأ بصلحها، إن كانت في الكتاب ذاته كلمة مكتوبة خطأ ممكن أصلحها، عقيدة خطأ ممكن أصلحها، لكن لا أخرج عن مادتي إطلاقا. ليه؟ لأنه أنت يومك تخرج من التخصص بتاعك حيجي غيرك بوراك ويعمل لك تصفية على أساس هذا التصنيف الحزبي، وحيبقى العلم بقى عبارة عن لعبة بين تيار يميني وتيار شمالي. يجي التيار اليميني يشيل علماء البلد كلهم يطردهم. نحن طلبة في جامعة الخرطوم طردوا الأساتذة بتاعنا من السكنات بتاعتهم لحد ما اضطروا مشوا، وبروفات مقيمين ناس ممتازين في العلوم بتاعتهم إلى حد بعيد جدا طردهم لاختلافات سياسية. ولذلك نحن نريد اهتمام بالعلم بعيدا عن حيز السياسة. زول عنده علم معين ينفع فيه البلد. طيب أخيرا نهتم بالإنتاج، لأن البلد تبنى بالإنتاج وبالعمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. البلد بنبنيها بالإنتاج، مش نعمل لنا مظاهرة برا يقول لك وقفة احتجاجية تك ترك تك تك، وتلقاهم شباب الواحد فيهم ما شاء الله عضلاته ممكن تنفع الأمة دي، واقف شايل له ريقة يقول لك أنا أرفض كده وأنا أقبل كده. يا ولد شيل طريتك وامشي أزرع، شايل لك ورقة واقف يا أخ، ما تخجل. والله والله حسرة تقطع قلبك، حسرة تقطع قلبك. شباب ممكن يبنوا البلد. قاعدين احنا جنب البحر قبل يومين لقينا شباب الصباح بدري وبالطلوع الشمس شايلين طواريهم ثلاثة وداخلين هناك على مزارعهم. قلت له ديل اللي بيبنوا البلد، كان معي شيخ مزمل، قلت له ديل اللي بيبنوا البلد، ديلك واقفين الواحد بنطلونه ناصل وشايل له ريقة واقف، انا ارفض كذي. ترفض شنو يا ولد؟ ما ترجل. والله البلد نوعك ده ما يبنيها، والله نوعك ده ما يبني بلد. البلد تبنى بالعمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو قامت القيامة، القيامة خلاص زر تقوم، وفي يد أحدكم فسيلة شتلة، قال فليغرسها. ده لسه القيامة لا قامت ولا إشي، وشغالين ينوم لحد الساعة 12، ويجي يقف لك برا يقول لك حنبنيه. تبني بتين يا ولدي؟ بتبني بتين؟ هو بيبنوا بدري ذاته، زول بنوم للطار ده ما بيبني شيء. يا ناس البلد بلد تبنى بالعمل،
وبلدك بتبنيها بيدك ما ترجى زول من برا يجيبني عليك. طبعت مع إسرائيل، طبعت مع الشيطان الرجيم، ما بيبني لك بلدك. بلدك بتبنيها أنت بيدك، بيدك بتبنيها. واعلموا يا أخوانا نقطتين مهمات، أن هذه الدنيا قانون، قانون السنن الكونية، إن لكل مجتهد نصيب. ولهذا لا يعاب الإسلام بممارسات بتاعت ناس منتسبين له، عشان تيجي تقول لي لا ما الإسلام فشل، إحنا دارين نجيب علمانية عشان نبني بها. الإسلام ما فشل، فشلوا الناس اللي قالوا نحن مسلمين، الإسلام ما فشل كويس. ولا العلمانية ما كانت يوم من الأيام هي سبب في بناء بلدة من البلدان الغربية دي. يا أخوانا الكفار دي ما تطوروا عشان هم كفار، انتوا بس عارفوا المعلومة دي، ما عشان هم كفار. ولا تطوروا بالكفر، تطوروا خدموا الدنيا دي. الآن احنا عندنا نماذج لبلاد مسلمة عديل، بلاد مسلمة وماشية قدام. العلمانين ذاته بيتحكحكوا جارين عليها. الآن السعودية دي نموذج لبلد ماشي قدام، والله منطلق تمام، ربنا يوفقها ويعينها ويوديها لقدام وترفع راس المسلمين كلهم. بلد ماشي قدام، ها، وبإسلام ولا بيلعبوا فيه. مكة دي مكتوب عليها برا لا يدخلها غير مسلم، ما بتخش. مش ان جبت لي جواز احمر ولا جواز، ما بتخش. عزة بالدين. اتكلموا قبل اليوم في مؤتمر وقالوا نحن وكده، الرئيس الخارجية السعودي او وزير الخارجية قال لهم نحن الثوابت الإسلامية غير قابلة للنقاش، غير قابلة للنقاش، ما عندنا نقاش فيها. معلوم رجعوا لورا، معلوم اتخلفوا. هل الإسلام كان سبب تخلف عندهم؟ نسوان محجبات وبيشتغلن بالطريقة المضبوطة الشرعية، مالو المشكلة وين؟ نحن نسوان ناس لابسات الحجاب ديل ما بيشتغلن وما طبيبات وبيقرن في الجامعات وغيرن، مالين حجابين ده دقر لين ما قدرن نشوفن البحث العلمي والكمبيوتر القدامن وكده. زمان في الجامعة كانوا يقولون انتوا بندقون متخلفين. يا زول قلت له متخلف ليه؟ عشان عندي دقن يعني؟ طيب لما نجي اقيف الدقن دي بتدقر ما بشوف ولا شنو؟ في المكتبة. وبعد ده قلت لهم اتحداكم خشوا المكاتب دي معانا ونجي نتلاقى في البورد بعدين. مش نحن هنا بنتكلم عن الدين وانتوا قلتوا الحضارة والثقافة كويس، نتلاقى يوم النتيجة في البورد. اتحداكم لو في واحد كافر يجي قدامي انا في البورد بعدين، يتحكوا في الركن برا ويتحكوا في البورد هناك كويس. الدين الإسلامي ما منعك تتعلم، ما منعك تتقدم، ولا منعك انك انت تطور بلدك. والخواجات ديل ما تطوروا بالسخافات بتاعتهم، لكن احنا مشكلتنا في المنبهرين اللي بيمشوا برا بيلقى له ثلاثة خالطين واربعة لابساتين بناطلين وواحدين بهناك عاملين لهم حفلة وشنو، يقول لك يا سلام شايف هذه الانفتاحية هي التي طورتهم. ها ديل صعاليقهم، والله ديل ما عملوا حاجة هناك، ديل صعاليقهم وطلعين لهم زكاة ساي كلهم، ما مستفيدين منهم ديل. الناس تطوروا بلدهم دي ما بتشوفوا انت بعينك، ديل قاعدين جوا جوا المعامل. انت خش المعمل لكن جاي دايري عرى وما يشتغل، بس يقعد يلبس لك ناس قصيرون يقول لك سنبنيه. يا ولد البس لك بنطلون وامشي اقرا، ما بتبنيه بالطريقه دي. الناس دي لابد تعقل وتعرف حقائق الامور. التطور الدنيوي قائم على العمل وعلى الانتاج، اما اللي بتشوفه عينك من الفوضى ده لا يبني بلدا ولا ينشئ حضارة ولا يقيم ثقافة، إنما هي سخافات الغرب. غشونا الدور الشغل بتاع قلة الأدب والعلم عندهم هناك. ها أفتح مواقعهم في المواقع البحثية بتاعتهم، بالمناسبة شوف النازل إجرام، مواقع قلة الأدب متاحة لأي زول، الدعارة والشنو والشنو متاحة بتلقاها، داير البنات لابسات كعب كده قاعد. شوف الناس ذي الإجرامون. أما المواقع البحثية بتاعت العلم اللي بترفعهم ما بخلوها لك متاحة. بقيت بفتش عندي بحث معين، بفتش وببحث وكل مرة بخش من صفحة في صفحة جوا ومن واحدة للتانية جوا، وكل مرة بخش خاشية تلاقي قريب 100 صفحة لجوا، بعد شوية تشيت شفروني برا تاني ما بتخش.
هسه لو قلت لهم داير لي مسرحيات ولا كده ولا بتاعت الشواطئ دي، يخلوك تحضر الشواطئ، تعاين لين يخشن المويه ويمرقن، يخشن ويمرقن، بيحضروك انت ده. لكن المواقع العلميه اللي بترفعك ممنوع، يعني تحذير، تحذير بالايميل، عمل حسابك، ما في طريقه ثانيه. تخش في الموقع يقول لك بنديك 5 كتب، تشيل واحد، بعزل السمحات، اي موقع 1 2 3 5 برا، يلا امرق. تمشي الموقع اللي بعد يدوه 5 برا امرق. ده الموضوع كده. اصحوا يا ناس واوعوا، اصحوا اوعوا وعرفوا بلدكم بيبنوها كيف، ولبسوا اولادكم ذي الهدوم زي الناس وقول لهم انعدلوا، اقروا، اشتغلوا، اقدحوا في البلد دي، ابنوا البلد زي الناس. ما تقعدوا تسووا لنا كلها سنبني وشايل لهم دلوكه. بس خلينا نختم بها معتزي، انا جريت لك كثير في جامعاتنا، جامعاتنا السودانيه محل العلم، والناس بتمشي لقدام، الاولاد شايلون دلوكه كده، طابين دلوكتهم وخاشين. ده شنو ده؟ قال لك ديل الشباب اللي جيل المستقبل، ها؟ وديل اولاد الحضاره. دلوكه بدقوا فيها جوا الجامعه، كروب كروب كروب، البنات بيرقصن والاولاد بيدقوا. يا ناس الخواجات ذاته عليك صحي صحي، ما بدقوا جوا الجامعه، الجامعه دي محل القرايه، عندهم محلات ثانيه بيرقصوا فيها هناك. لكن احنا ناس ما عارفين الدلوكه محلها وين، ولا عارفين القرايه محلها وين، ويخشوا الغاعه جوا تلقى في 3 انفار في الصف الاول بيحضروا مع الدكتور قدام، وباقي الغاعه مقبله ورا، اسكريم وما تعرف شنو، وده ياكل حبه ويدي البيت في خشومه. بنمشي قدام كده يا اخواننا، ما بنمشي. جزاكم الله خير.